السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخباركم؟ كديرين مع هاد الأجواء، مع هاد البرد؟ مبروك العواشر بالصحة والسلامة، واللي بغيتو في خاطركم والله يدخل علينا سيدنا رمضان بالصحة والسلامة وسلامة الوقت. اليوم إن شاء الله أنا فايتة مقدمة لكم دجاج محمر، داكشي علاش حتى صوبتو، عارفة بلي عندي في القناة مسجلاه. بغيت نعاود معكم، وجاي عندي واحد ضيف، عندي ديجا ضيف وجاي عندي ضيف اخر، واللي جا مرحبا به. انا تيعجبوني الضياف وكتعجبني الدار عامره، وانتم عارفين احنا المغاربه نعطي لينا حسن الضيافه، وعزيز علينا الوناسه، عزيز علينا اللي جا مرحبا به. انا العائله كلها عارفاني، انا عزيز عليا يكون عندي الزايد، وعزيز عليا يكون يجوا عندي الضياف. مرحبا بهم اللي جا، مرحبا به حتى نتوما اللي كتشوفوني، اللي بغى يجي مرحبا به على الراس والعين. انا شرملت الدجاج وخليته في الثلاجه بات باش يشرب لي قامه، بحال ديما بحال كي كنقول لكم. ها نتوما، ها هو، راه نتوما عارفين. غير نعاود اللي ما شافتش الفيديو ديالي ولا المبتدئات، اما تبارك الله وصل عمي المغربيات ما شاء الله عليهم، كلشي حادق، كلشي تعرفي طيب. هاد ثلاثه دجاجات غسلتهم، انتم عارفين الدجاج سرو الحامض، عصرت عليهم جوج حامضات كبار وسكنجبير والملحه، وخليتهم مرقدين حتى كيبان لكم الصدر تاع الدجاج بيض. وانتم كتغسلوا الجناب القنات حتى كتنقيو كله، كتعاودوا تشلوه من الملحه باش ما يجيكمش مالح، تشلوه وتخلوه يتسقطع حتى ينشف مزيان، عاد باش ديروا لي القامه. القامه اش درت فيها؟ درت فيها حامضه وحده كبيره مصيره، حيدت لها غير البضعه ديالها، غير داك اللب الدخلاني، وحيدت خليت القشره نحتاجها في التزيين. درتها في الميكسور، زدت عليها بصله وحده، زدت عليها شويه قزبر ومعدنوس، وراس كامل ديال الثومه، وطحنت هاد الشيء اللي قلت لكم طحنته، وحطيته في الطبسيل، وزدت عليه سكنجبير كثر من البزار، سكنجبير شي هكا بحال هذا القياس، شي معلقه كبيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال البزار، والخرقوم، والضامه هذه ديال الملون درت جوج، حيت الدجاج تيبغي الزعفران، هذه درت جوج، ودرت الخرقوم عرق، وما درتش الملحه، ودرت السمن باش ما ننساش، معلقه ديال السمن. وشرملت الدجاج مزيان في ديك الدغميره وخليته بات باش هانتوما كي كيصبح كيشرب، شتي كي كيصبح كيشرب وتيجي لذيذ، ملي تيطيب تيجي لذيذ. ولتحت هاني دايره داك القنيصات ودايره العنيقات وداكشي، ولكن الكبده غير باش نشرح لكم، الكبده هاد المره ما سلقتهاش، عصرت عليها الحامض حتى بياضت، هانتوما كتشوفوها بيضه، وغسلتها حتى هي بالملح والحامض، ودرت لي قامه اللي درت الدجاج بيتها حتى هي في لي قامه، في الثومه وبصيله وقزبر ومعدنوس ولي قامه كلها الا الملحه حتى نضخ، حيت الحامض مالح والسمن مالح والضامه مالحه، والبصله ها نتوما بحال دابا ثلاثه دجاجات درت فيهم هكا شي خمسه ولا سته ديال الثومه واللي بغيتو، حيت هذه غير الدغميره. نطحن البصله نشلضها بلوتو، انا حيت عندي فاش كان عندي راه باقا ما وريتهاش لكم، حيت جبتها معايا من لهيه، هادي فكاكه الوحيده نقول لهم، هادي تندير فيها البصله. دابا نوريكم، نقدر نوريكم دابا نيت فاش كدير البصله. هانتوما ناخذوا غير وحده صغيره، راه ما تصوروش كي كدير تتشلضها بحال شلتيها بيديك. ها نتوما انا سديتها اش كيبان لكم، نتوما غير هنا واحد جوج ثلاثه صلاة النبي. ها نتوما بغا تشلضوا بالموس تبقاو كتشلضوا، ها نتوما بغيتو تزيد ترقوها اكثر من هكا كتبقاو غير تجبدوا بداك الخيط وكتشلض لكم على حقها، وطريقه تجي بحالها صوبتوها بيديكم. نشرب نكمل هادي في التشلاط ونعاود نتلاقى بكم ان شاء الله.
فهمتوني؟ راه واخا تعمروها، واخا تعمروها حتى الفوق كتطحن لكم. واذا كتهنينا هذه راه هذه ان شاء الله تنفعكم حتى في رمضان. الصوبة عرفتي الصوبة مقطعة كيفاش كدير ليها؟ شلاضة فلفلة كندير فيها فلفلة ومطيشة والخيار، وتندير فيها الزيت العود، ندير فيها الخل، ندير فيها الملحة البزار، تنجبد جبدة جوج، كتعطيني كلشي مقطع. غزالة غزالة، غير جربوها حيت كاينين حتى هنا كاينين، أنا ما كنتش شفتها ولكن صاحبتي قالت لي كاينين حتى عندنا كيتباعو. ها البصلة بعد ما شلطتها هانتوما كي كتكون مشلضة مزيان. هادي ما غنحتاجهاش دابا، غنحيدها. أنا جبت الطنجرة ديالي غنحط فيها الدجاج، نحط فيها الدجاج على صدرو هانتوما، الدجاجة غنحطها على صدرها. بسم الله، درت هاد الطنجرة واخا كبيرة بزاف، هادي غادي تهز لي 4 حتى 5 طيور، درتها باش يطيب، باش يلقى هانتوما، باش يلقى فين يتسع ويطيب على خاطرو. عندي هنايا المريقه فاش لي قيمه فاش كان مرق الدجاج هانتوما، غنخويها عليه هي و هي والقنيصات والعنيقات، غير القنيصات الكبده خليتها ماشي دابا. انا حتى درت لي قامه كلها ونسيت شويه الهريسه، جوج الحوايج نسيتهم، ماشي نسيتهم، كاين اللي كيبغي يدير شويه الهريسه، كاين اللي ما كيبغيش، انا غندير غير شويه غير باش تبان لينا هانتوما قيمه شي معلقه صغيره. والزعفران حتى هو خليته، نديرو غير هكا شويه من الفوق حتى هو تيعطي الدجاج، كيجي غزال. هاد الزعفران الحر غزال ايراني، ريحته غزاله. وعندي كاس مزيج من زيت العود والزيت الرومي، ما غنديروش دابا، غنخليه حتى من بعد، حتى نبغي نشحر البصله. دابا هاد الدجاج ديالي انا غاد نوريه لكم، ها هو غاد نشعل عليه ونردو فوق البوطه ان شاء الله. غنزيد الى زيت، غنزيدو كاس الماء، حيت البصله البصله داك اللي طحنت فيه كتطلق الماء، ونزيدو هكا شويه شي كميشه هكا ديال البصله، غير شويه نخليها هذه حتى الاخر، كنبغيها انا مضغمره. داكشي باش قلت لكم هذا شويه مغاير على الاخر اللي درت. البصله ما غنديرهاش في الاول حتى يطيب لي الدجاج ونهزو، عاد ندير البصله تحمر ان شاء الله بحول الله. هاد الدجاج ديالنا بعد ما شعلت عليه درت نار متوسطه، ما بغيتش نديرها مجهده، علاش؟ حيت انا هاد العشاء هاد الدجاج بغيتو حتى الليل غادي تعشاو به، وهادي يلاه 12 ديال النهار. شعلت عليه دابا باش يطيب على خاطرو، ما غنزربش عليه، يلاه نمشي نعجن ونوجد شليضات ونوجد خضيره وداكشي، ونخليه هو يطيب على خاطرو، نعاود نرجع معاكم ان شاء الله. ولي نسيت ما قلت لكمش انني زدت زليفه صغيره ديال الماء فاش يطيب، زليفه ولا كاس ديال الماء باش ما يلصقش باش ما يتحرقش. وغنعجن معاكم حتى خبيز، كتعرفوا ملي تيكونوا الضياف عندي الخبز في الكونجيلاتور، ولكن بغيت ندير خبيز شويه مختلف على الخبز اللي عندي. غندير درت كميه ديال الفينو بحال هكا شي زلافه ما عامراش، والفورس زلافه عامره. الفورس عندي معلقه هنا ديال الحليب بودره، انا ما تنبغيش السكر بزاف في الخبز هانتوما، راس معلقه صغيره هانتوما ماشي بزاف السكر. غندير خميره، نديرها هكا فوق السكر، ندي معلقه، نزيد شويه، ما كاينش الوقت.
غندير هانتوما جوج معلقات ولا ما كاملينش ديال الزيت، غير شويه ما تكثروش الزيت باش ما وشويه ديال الخل هكا ترشيشه تاع الخل والملحه، الملحه على حسب الذوق، انا بعدت شويه على الخميره صافي انا جا خبيز. انا عندي النافع، عندي الججلان ما بغيتش نديرو لداخل حيت وجهو، غنديرو بالزراره بالزريعه بالبافو بهذا داكشي باش ما بغيت بغيت الداخل نخليه هكا كسامبل. بسم الله نسكب على الخميره. انا عندي واحد الخبيز ديال الهمبرغر يلاه غنشاركو معكم، ماشي دابا انا كتعرفوا شي واحد من الله كيجي من الصفر كيكون باقي شويه عيان، تيكون باقي كتشقى في الدار ماشي خمس شهور ماشي سهله، وانا غايبه على الدار دونك كل مره نبقى نحط لكم شويه. مع دابا جاي سيد رمضان، عندي الجديد في السيجار والجديد في بريوات ان شاء الله غنشاركوا معكم هذا الاسبوع، وسلو بزاف طالبيني على سلو، وحنت داك العام تبارك الله وصل عندي سلو راه عجب الناس بزاف اللي جربوه كلهم عجبهم، غتعاود ندير لكم سلو هذا العام ان شاء الله بميزه اخرى ما نخليوها مفاجاه. صافي الخبز هاني باش ما نطولش عليكم، غادي نعجنو حتى نعجنو ونعاود نتلاقى معكم تنجمعوا عاد نعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. هاني تنرش بالماء وتندلك باش غنخليه خفيف، انا بغيت الخبز العجينه تجيني خف من هكا، كندلك ونرش بالماء. ها الخفه كيفاش خص الخبز يكون، انا راه زدتو شي جوج رشات ديال الماء ها نتوما، دابا غنغطيه ونخليه حتى يخمر ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله. راه واخا ناقصين عليه النار مره انا تنجي نحرك الدجاج غير هكا غير من بلاصتو غير هكا وتنخليوه. يا سلام على ريحه طالعه منه ما غنقول لكمش، انتم عارفين كلشي تيعشق الدجاج محمر، كلشي تيبغي دجاج محمر. دابا بعد ما غلات الطنجره قبيله هادي شي ربع ساعه ولا هادو هي تتغلي، دابا غادي نكليا نزيد عليها زيت الزيت، كويس تاع الزيت صافي، ونعاودو نغطيو عليها ونخليوها يكمل الدجاج طياب ان شاء الله. انا قلبت الدجاج كي تيبان ليكم قلبتو على ظهرو، نخليه شي 5 ولا 10 دقائق حيت الدجاج ديجا طاب، نخليه يزيد شويه شي 5 ولا 10 دقائق ونهزو ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله. ها نتوما الخبز بعد ما ضوب الحجم ديالو حيت عليه السلوفان، وغنبدا ان شاء الله نقرص. عندي خبيزات غير صغار، انا عندي هنايا الفينو، عندي ججلان كحل، عندي زريعه القرعه، عندي هنا كينوا زريعه ديال زريعه الماكله ديك الكحله، عندي ججلان بيض، وعندي شوفان بقى عندي، راه عندي مازال عندي ججلان العادي، عندي زرع الكتان، عندي باقي عندي بزاف تاع الحويجات، عندي السميده، عندي البلبوله، المهم غندير كل حاجه ندير منها شويه 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 شويه. هانتوما معايا غندير خبيزات غير صغار غير هاد القياس خبيزات، غنغطسهم هكا في الماء ونحطهم هكا في الزريعه هانتوما كيتبان لكم، ونحطهم علاش غنديرهم في الفينو باش ما يلصقوش من التحت، باش داك الماء اللي درت لهم في الوجه ما يهبطش عليهم، وانا نخليهم حتى نسالي عاد غنقرصهم شويه غير شويه ماشي بزاف. يلا انا غنكمل معكم
غندير هذه في هانتوما درتها في الشوفان ونديرها في الفينو وعاد نحطها غنديرها في الكينوا حتى هي كتجي زوينه كيجي لوينات هاك هانتوما كيفاش كيبان لكم انا غندير غير خبيزه خبيزه ونقطع معاكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل غندير هاد الجاج ديال الكحل هانتوما كي كيجي حتى هو خبيز كيجي غزال باقي لي شنو ما درتش باقي ما درتش الجاج ديال البيض خبيزه تاكا صغيره ولكن كيجيو حلوين باقي ما درتش الزريعه باقي ما درتش هاد الزريعه هانتوما صافي باقي لا درت كلشي غنخليكم حتى نكمل هاد الطاوه ونعمرها والطاوه الاخرى نعاود نرجع معكم ان شاء الله ها الخبيزات ديالنا بعد ما كملتهم هانتوما درستهم شويه ماشي بزاف هانتوما الكماله درت وحده البلبوله درت هذا الفورص زريت كتان شويه تاع الججلان عادي انا غادي نشرطهم دابا اما بهذا اما بالكيتور اما بشي مصمادي عندكم انا حنت هذا هو اللي غادي نشرح لي الخبز مزيان هكا كندير غير جوج شريطات فيه ديال الزريعه ما غتقدرش واقيلا تدخل لي فيه يدخل فيه هذا سميتو غندير غير من الجناب هكا حيت ما يمكنش يدخل فيه هذا حيت زريعه قاصحه وغنخليه دابا غنخليه حتى يخمر وعاد باش ندخلو يطيب نعاود نرجع معاكم ان شاء الله هاد الدجاج ديالي جبدتو بعد ما طاب راه جا غزال ما تحل ما والو حيت ملي درت الشرميله ديال الدجاج في الاول نسيت ما قلت لكمش عصرت نص حامضه هي اللي كتبقى شاده غادي نمشي نرمي البصله دابا انا غادي ندهن الدجاج ديالي بالزبيده اللي بغى يدير الزبده ولا موطارد اللي بغى يدير الهريسه ولا موطارد والزبده انا درت ليه غير زبيده حيت تبارك الله ديجا شارب الاقامه وشارب هذا باش ما نغيرش ليه لوكو ندير ليه غير زبيده وما غنحمروش دابا حتى نطيب الخبز ونسالي حيت باقي الحال ولكن صدقوني الا قديتو الوقت ديالكم واستغليتو الوقت كله انا راه ما بديت حتى ل 12 ولا الوحدة الا ربع عاد بديت دابا تبارك الله وصل عندي ما شاء الله راني عجنت خبيز وسلقت الشلاضه كلها وطيبت الدجاج وعاد غندخل دابا للدار دائما سبقوا الطياب حيدوه عليكم باش ما يشدش لكم الوقت يكونوا بحال هكا جايين عندكم الضياف لا فقتو بكري الا كانوا جايين للغدا وفقتو بكري زعما درتو بحساب تبعكم الطياب وداكشي حيدوا الطياب هو الاول وحيدوا الشلايض وحيدوا داكشي وعاد دخلوا عاد سيروا للدار باش يبقى لكم هكا الوقت انا راه ما زدتش الماء ملي درت البصله ما زدتش الماء حيت البصله ديجا كتطلق الماء غير مره تنحركها حيت باقي فيها الماء باقي ما بداتش كتشحر هانتوما نغطي عليها غير هكا ونخليها مره نجي نحركها انا في هذه اللحظه غنزيد هذيك الكويده ميتها اللي كانت بيته فيها كل شيء باش يلا طيب مع ديك القنيصه طالت يعني قطابو غير باش طيب مع ديك البصيله اللي زدت ها الخبيز ديالنا بعد ما جبدتو من الفران كي كيجي كيجي غزال ما شاء الله هانتوما جا فن هاني
قسمت هذه باش حرات تقدر تبرد ونوريها لكم. باقي سخون، انتم خاوي من الداخل ورطب هشيش. هذا واخا يبقى بلا كونجيلاتور كنخليه، هذا واخا نخليه مجبود يومين ولا 3 ايام، واخا ديروا غير في الثلاجه العاديه كيبقى بحال هكا، في ديك الزويته وداك حليب نيدو وهذا كيبقى بحال هكا. هذا كيشهي هذا الخبيز، تاكلوه بلا كيتكال بلا مرقه، والا تقدروا ناكلو غير هكا. ها الخبيز الاخر حتى هو جبدته، شوف هذا شحال كيجي زوين اللي كنكرصو بالفورس، كيجي غزال حتى هو. هو ما نقول لكمش راه باين من تما. نجمعو مع الخبز، انا قلت لكم ناكلو غير، والله الا كليت خبيزه هذيك اللي قطعت كليتها عجبني، والله الا كليت نص وغنكمل نص ان شاء الله. انا كنجمعو هكا في الشبيكه ديالو بالمنيدل باش نعاود التراجع، يبقى دائما رطب يعني على ما نبغي نحط الماكله للناس لقاه مازال رطب بلا ما نعاود نسخنو. هو انا تنهضر معاكم وكناكل وخبز. رجعت معاكم للدغميره ديال الدجاج، هانتوما راه ما لاصقاش حيت الصندوق تنشقى تنقضي شغلي، كنجي مره كنحرك وناقص عليها البوطه باش شحر الدخان ما غيخليكمش الشكل مزيان. هانتوما نبعد لكم باش تدغمر مزيان وتوقف عاد باش نحيدها، مازال زيد شويه باقي فيها الماء ديال البصله. ها انتم الدغمره ديالنا صافي وقفات شحرات، ما بقاش فيها انتم الزويته، راه ما شاده ما محرقه ما والو، تبارك الله راه دقت الملحه هي هذيك، ما عنديش ما نقول. راه داكشي باش قلت لكم ما ديروش الملحه، غير الحامض والسمن والضمه تاع الزعفران كيجي الدجاج هو هذاك. صافي انا دابا طفيت عليها وغنبقى ان شاء الله نكمل الشليضات ونكمل شي لاخر ونتلاقاو في التقديم النهائي ان شاء الله. دابا وصلت للشلاضه، انا فرشت الخس، انتم راه عارفين بعد ما كيتغسل ويتمسح باش ما يبقاش فيه الماء. قطعت شويه ديال مطيشه، عندي مطيشه سوغيس، شويه ديال البسباس وشويه ديال القوق. جاتني الضحكه، غنقول لكم شي حاجه. المهم انا داكشي اللي عندي في الثلاجه قضيت به، كنت بغيت الخيار، بغيت الدنجال، بغيت لافوكا، بغيت شويه تاع الفخيز الدسير، بغيت قررت ما نخرجش داكشي اللي عندي في الثلاجه. حتى نتوما هكا الا كنجي عندكم شي ضيف على غفله، داكشي اللي عندكم قضيو به ماشي ضروري. المهم راه كتلقاو داكشي اللي كيبقى في اخر اسبوع ديال الخضيره، راه يقدر يقدكم ويدير لكم شلايده زوينه بحال هادي. حكيت شويه خيزو، عندي هنا شويه البربه مسلوقه، انا البيض مسلوق، هنا درت بطاطا وخيزو، هنا فلفله شويته حمراء وخضراء، نديرو شويه ديال شي حاجه مشويه في هاد الشلاضه. كنت غندير دنجال مشوي، ملي ما لقيتش الدنجال اكتفيت بالفلفله. هنا عندي الرز سلقته مع جلبانه وزدت فيه شويه ديال الفلفله مشويه قطعتها وشويه ديال الذره، وغنزيد عليها الثوم ونزيد لي صوص. انا غنبدا ندير لي صوص هاد الخضيره ونستفها في الطبيصيل ولا نعاودها. ها الشلاضه ديالنا بعد ما ساليتها، هانتوما جات كتشهي. جات غزاله، مكونات بسيطه.
خرجت لهضره ديالي من بعد ما ساليتها حطيتها لضياف جات على هذا الشكل. وريتكم كيفاش تريسيت لاطاب. طبعا غنوضو ضياف نهيل تعشاو ان شاء الله هاد الدجاج بعد ما درت الزيتون غير الوسط ما بغيتش خليت غير الدرميره اللي بغى اللي بغى زويتنا تاعها مع الوسط ودرت شويه الحامض في الهريسه. نجي الدجاج ما نقول لكمش عليه جربوه على هاد الطريقه غيجيكم غزال ان شاء الله. الخبيز ديالنا عاود سخنتو باش ما نحطوش بارد ما تا هو اخر مره حطو لان دخلتي جيت نطلع عليها ان شاء الله. هاد الهدية جابها لي الضيف لي جات تعشى عندنا غنشاركها معكم. هادي راه شوكولا شوكولا باينه غزاله وانا شحال هذه ما بقيت بغيت ناكل الشوكولا ولكن هذه غندوق منها ما يمكنش. هذه عجبتني غندوق منها هذه الحلبه شوكولا غزال. حتى هنا ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم ما تنساوش تشجعوني وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشاركوا مع الاصدقاء والحباب ديالكم وما تنساوش اللايك والاشتراك. وحتى لهنا تنضرب لكم موعد في حلقه قادمه بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ومع السلامه.